أغتنم هذه الفرصة لأشير إلى قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة الاستثنائية المنعقدة في مالابو في 27 مايو الفارط، والذي اعتمد اقتراح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا، وهو ما يعد مساهمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية. إن الجزائر التي تعهدت بتمويل أول اجتماع لإنشاء هذه الآلية تدعو المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة هذا المشروع القاري الاستراتيجي، والذي يدل على اهتمام قارتنا بالمحافظة على بيئة نظيفة مستدامة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في العيش الكريم والسليم.